سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا محيي الرفات ويا دافع الآفات ويا واقي المخافات ويا كريم المكافات ويا موعد العفات ويا ولي العفو والمعافات. صل على محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصابيه أسرته ومفاتيح نصرته. وأعذنا اللهم من نزغات الشياطين ونزوات السلاطين وإعنات الباغين ومعاناة الطاغين ومعاداة العادين وردوان المعادين وغلب الغالبين وسلب السالبين وحيل المحتالين وغيل المقتالين. واجرنا اللهم من جور المجاورين واجرنا اللهم من جور الجائرين ومجاورة الجائرين وكف عنا كف الضائمين واخرجنا من ظلمات الظالمين واخرجنا من ظلمات الظالمين واخرجنا من ظلمات الظالمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم حطنا في تربتنا وغربتنا وغيبتنا وعوبتنا ونيعتنا ورجعتنا وتصرفنا ومنصرفنا وتقلبنا ومنقلبنا واحفظنا في نفوسنا ونفائسنا وعرضنا وعرضنا وعددنا وعددنا وسكننا ومسكننا وحولنا وحالنا ومالنا ومآلنا ولا تلحق بنا تغييرا ولا تسلط علينا مغيرا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم احرسنا بعينك وعونك واخصصنا بعمنك ومنك وتولنا باختيارك وخيرك لا تكلنا إلى كلاءة غيرك وهب لنا عافية واكفنا مخاشي الأعواء واكنفنا بغواشي الأعداء ولا تزفر بنا أسفر الأعداء ولا تزفر بنا أسفر الأعداء إنك سميع عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sorry.